هلا راح نحكي عن الفيزر دايجرامز والسينكرونس موتورز والجنريترز. خلينا نرجع مره ثانيه نطلع على المعادلات الاساسيه. بتتذكروا قلنا انه في حاله الجنريتر وين بتولد الفولتج؟ راح اعمل انا هلا ار اي بس بهاي الحسابات راح اعتبر ان ار اي اقل بكثير من اكس اس. راح اعمل الريزيستنس ساين وراح اركز بس على السينكرونس. بالجنريتر وين ايش راح يتولد بالاول؟ الجنريتر فولتج هيك؟ اي راح يتولد ايه لانه في عندي ماجنتيك فلكس عم بيقول ايش القانون؟ فاراداي تمام. اذا فاراداي علمنا انه هذا لما يبدا يلف هذا الماجنتيك فلكس ويقطع صار عندي دي فاي على دي تي او ماينس دي فاي على دي تي وهذا راح يتولد فولتج من هون. وهون في عندي كونسيومر بدي ياخذ كرنت من هون اي ايه وراح يصير في عندي فولتج دروب راح اسمي هذا الفولتج دروب هون اي ستيبل هون والكرنت راح يمشي عندي بهذا الاتجاه مش هيك؟ انا اهملت دائره الفيلد ما رسمتها بس بحط منها كونستنت في عندي فيلد كرنت وفيلد هذا كرنت كونستنت حسب كي بي ال ايش عندي هون؟ هذا شو بيساوي؟ هذا يساوي هذا زائد هذا مش هيك؟ اذا عندي اي اي يساوي في فاي زائد اي اي اكس اس ايش اللي اهملته انا هون؟ ار اي اذا بدي اكون دقيق بدي احط ار اي بس احنا معظم الجنريتر السينكرونس جنريترز في الواقع ار اي اصغر بكثير من اكس اس فبالبدايه حطيناها هلا راح نهملها تقريبا لانه اكس اس اكبر بكثير من ار اي كمان بيجي. اذا هون انا حتى اطلع اي اي شو بدي اعمل؟ بدي اجمع لفي فاي اي اكس اس او اللي سميناها اي ستار. لكن في الموتور خلينا نطلع على الموتور ايش اللي بدي عندي في البدايه في الموتور؟ قبل التور مش بدي احط فولتج هون مش هيك؟ فانا في الموتور بحط انا الفولتج من هون وايش بصير الكرنت؟ بالعكس في فاي بتساوي اي تمام. اذا بصير عندي هلا هون في فاي بتساوي اي اي زائد اي اي اكس اس او شو بعمل بعكس؟ تجاه بصير عندي اي اي بتساوي في فاي ماينس اي اي اكس اس. اذا بنقارن هاي بايش؟ بهاي الموجوده هون. اذا هون راح اجمع الفيكتور او الفيزر في فاي راح اجمع له اي اكس اس حتى يعطيني اي ام. في حاله الموتور الفيكتور اي ام راح اطرح منه في فاي حتى يعطيني اي اكس اس. الشيء الثاني راح نفترضه راح افترض انه هذا سبلاينج ايش معظم اللود الكونسيومر لود راح تكون؟ اندكتيف لود او لاجنج لود. اذا راح افترض هون انه ثيتا او اللود لاجنج يعني اي ام لاجز في فاي. هي الكونسيومر الكونسيومر هي الفولتج اللي رايح له وهي الكرنت اللي هو بيسحبه. لكن هون عاده في معظم الاحيان طبعا بعدين بتغير بس عاده بكون عندي السينكرونس موتور ببين ليدنج لود. الليدنج لود هي الكرنت هون. اذا الكرنت راح يمشي عندي بهذا الاتجاه. اذا الليدنج لود راح يكون عندي اي ان ليدز في فاي. هلا بدنا نرسم الفيزر دايجرامز تبعونهم. إذا لو جينا نرسم الفيزر دايجرام، خلينا نرسم أول شيء الفيزر دايجرام تبع الجنريتر. إذا لو رسمنا الفيزر دايجرام تبع الجنريتر، راح أبدأ عادة من في فاي وأعتقد إنه في فاي زاويته زيرو. لو جينا رسمنا في فاي من هذا الشكل، الكرنت لاجنج ولا ليدنج في فاي؟ افترضنا بالحالة هاي. لاجنج. إذا راح يكون في عندي أي إي هون وهذه اللي راح نسميها ثيتا اللي بيحطها. هذا اول شيء. هلا عندي لازم اطلع هون راح اجمع جميع اي اي في اكس اس. هلا اكس اي اي اكس اس راح تكون عموديه بهذا الاتجاه مضبوط. اذا راح يكون عندي اي اي اكس اس راح تكون حسب قيمه طبعا اكس اس راح يكون عندي هون اي اي اكس اس بهذا الاتجاه. اي اي شو بتساوي؟ في فاي زائد هذه فيزر اديشن من هون في فاي زائد اي اي اكس اس. اذا راح تكون عندي اي لين. هلا هون الشيء المهم بدون اثبات ما راح ادخل في اثبات الرياضيات. هاي دلتا مين الدلتا؟ نفس الدلتا اللي كانت بين في نت لانه اللي وجدوا بالزوايا انه في فاي بتتناسب مع في نت كورسبوندز يعني كانها مرتبطه فيها وإي إيه تناسب مع
اوكي واضحه ما راح ادخل في اثباتها بس احنا هون في ارتباط بين بي ار واي اف وفي ارتباط ما بين بي نت وبي فور. خلينا نطلع الان على الماتور نرسم نفس الشيء بي فاي هون. هلا ايش قلنا الكرنت هون في الحاله هاي عاده راح يتغير راح يتغير اللون بس عاده لما ابدا فيه راح يكون ليني اذا وين اي اي راح يكون؟ هاي هون بدي انتبه له ايش؟ اذا بدي اطرح فيزر ناقص فيزر كل اللي بحتاج اعمله بعكس الفيزر الثاني وبجمع بعدين مش هيك؟ اذا عندي هون هلا اي اي هلا اي اي عاده رح تكون هذه هيك عليه بس هي هذا كانه ماينس اي اي فالزاويه هاي رح تكون بهذا الاتجاه ورح يكون عندي اي اي اكس اس مش هاي بتكون 90 درجه هي هاي موازيه لها رح تكون عندي هلا هذه هون اي اي اكس اس وراح يصير عندي هلا لما هلا بجمع يعني كاني هون طرحته بجمع الاثنين من بعض بصير عندي اي بهذا الشكل هذه الزاويه ايش متوقع انها تكون؟ هذه دلتا وبنفس الطريقه عندي احنا بنعرف وجدوا انه هذه تتناسب مع بي ار وهذه تتناسب مع بي نت بهذا الشكل اوكي ماشي واضح؟ هلا خلينا نسال سؤال لو انا خليت الاكسايتيشن كونستنت في الحالتين في حاله الموتور والجنريتر مين اللي بيتحكم بالاكسايتيشن؟ وين انا بتحكم بالاكسايتيشن؟ مش انا اللي بتحكم بالاكسايتيشن؟ كيف بتحكم بالاكسايتيشن؟ بخلي هذا الكرنت كونستنت اذا خليت هذا الكرنت كونستنت شو بضل عندي ثابت كونستنت دائما؟ بي ار بي ار مع مين بتناسب؟ مع اي اي اذا ات هاي نقطة مهمة ات كونستنت اكسايتيشن اي اي وكمان بي ار كونستنت ماشي واضحة هاي؟ اذا هذا بالنسبة للفيزر دايجرام اللي هون هلا هاي هلا هاي بيطلع منها نتيجة مهمة كمان ثانية اللي هي بتتناسب مع التور الباور بير فيز بتساوي اي اي بي فاي ساين دلتا على اكس اس لاحظوا هاي شو بتشبه؟ بتشبه البي ماكس اي اي بتشبه البي ار وهاي بتشبه البي نت وهي ساين دلتا واكس اس عشان يكون عندي فولتج في كرنت بقسم على اكس اس هلا تي للثري فيزز ايش بتعمل؟ بس بضرب بثلاثة كيف بدي اطلع الانديوس تورك؟ مقسومه على اوميجا على اوميجا اي اوميجا؟ سينكرونس ولا اي سينكرونس؟ سينكرونس في شيء اي سينكرونس هذا محرك سينكرونس ما في شيء في اي سينكرونس في شيء المشاكل اللي كانت معنا في الاندكشن موتور سرعه واحده مش هيك؟ اذا اوميجا سينك هي نفسها اوميجا ام او اوميجا موتور اذا التورك انديوس طبعا ما فيش تورك انديوس بير فيز هو تورك واحد راح يطلع مجمع فيه 3 فيزز مره واحده راح احكي حتى 3 فيزز هون تورك انديوس راح يساوي 3 اي ان في فاي ساين دلتا على اوميجا ام او اوميجا سينك زي ما بدك هي نفسها ولاحظ الدلتا ردت دخلت مع الهون ساين دلتا ولذلك ساين دلتا مفيده افيد من ساين جاما او من زاويه جاما. ماشي واضحه هاي في اسئله عليها؟